ورحمة الله وبركاته. في أحد التجمعات السكنية الجديدة الراقية اللي كلها فيلل، كان الطريق مصمم حسب الكود إن هو مثلا كل مسافة قد كده هيبقى فيه مطب. الناس كلها اللي موجودة في المكان دوت كان ناس مهمين وناس ليهم إمكانيات وكده، فعملوا حماية لأولادهم، مطب قبل الفيلا ومطب بعد الفيلا، بحيث إن العربية كلها تهدي وبحيث إن هما يبقوا أكثر أمان على الأولاد. واحد ده عمل فكرة، فالفكرة انتشرت والطريق كله بقى كده، تمام. فإن شاء الله إن يحصل حريقة في أحد المنازل، فالمطافي والإسعاف جايين بأقصى سرعة. أول ما لقوا المطبات اضطروا إن هما يهدوا الطريق كله كده، تمام. يعني هو المفروض حسب الكود إنه يبقى مثلا بين كل 10 فيلا، لأ ده كل فيلا حتى مطبين. فمشوا بسرعة بطيئة جدا وتأخروا جدا لحد ما النار تقريبا قربت تخلص على البيت. الشاهد ان الاكواد والستاندرد والحاجات دي كلها بتبقى معموله بدراسات كتيره جدا وبتجارب، وساعات مثلا يقولوا هنعمل حريق في المكان الفلاني ونشوف الواحد ده هيخرج من الغرفه بتاعته لحد ما يوصل مثلا لسلم هروب قد ايه، تقريبا مثلا 30 متر مثلا، فهنضطر ان احنا نعمل سلم هروب تاني. ففي ابحاث كتيره جدا بتتم في الحاجات ديت وليست ارقام عشوائيه، تمام. ولذلك الكود بيختلف من بلد لبلد، بتعمل دراسات وبتكتشف مثلا لا محتاجين ان احنا نزود الرقم، نقلل الرقم، لا درجات الحراره مختلفه، لا مواد البناء اللي احنا بنستخدمها مختلفه، امريكا بيستخدموا الخشب في بعض الحاجات وهكذا. ففي دراسات كتيره، فاحنا لازم نحترم الكود ونبقى فاهمينه طبعا، مش حافظ وارقام، ونحاول ان احنا نطبقه ونحاول ان احنا نشتغل بيه، وبلاش الفزلكه وبلاش الفهلوه وبلاش الحاجات دي. الاكواد محطوطه لحمايتنا، يعني مثلا في كود بيدفع غرامة لو انت لبست حزام الامان وتسال العربية. ليه؟ منطقة سيبيريا والمنطقة دي عبارة عن جليد، مش مبنية مثلا بالاسمنت ولا بتاع، لا هي جليد بتجمد، فممكن في اي لحظة الجليد ده يقع بيك فتلاقي نفسك في المية، فلازم تلحق تفك حزام الامان. فقال لك لا ما تلبسوش في الحتة دي، ما تلبسش حزام الامان، تمام. دي بالنسبة للأكواد. وطبعا الدين برضو بيعمل معاك كده، انه بيديك قواعد ممكن ما تكونش فاهمها، بس هو يقولك دي صح دي غلط دي صح غلط، فانت لازم تلتزم بيها. يعني يقولك مثلا ايه، تقولش لحم خنزير، تقول لا ده المزرعه دي بياكلوهم اكل نضيف فانا هاكل لحم خنزير، لا هي ربنا قال لك ما تاكلش لحم خنزير فخلاص حرام، ما نبعد عنه وهكذا. فنسال الله العفو والعافيه، وربنا يفقهنا في الدنيا والاخره.